ازيكم؟ كويسين؟ مشاركة بسيطة. الرب صالح قوي قوي قوي، عايز يشجعك. هو عايز يشجعك، يعني مش انا اللي عايز يشجعك، هو عايز يشجعك جدا. قلت جملة من فترة كده في الاجتماع هنا، ما اعرفش خدت بالك منها ولا لا، انه في هذه السنه رب مهتم بالتركيبه الالهيه بتاعته فيك، لان الانسان، وده سبب السلسله اللي احنا فيها في هذا الاجتماع، انسان مثلنا، عن ايليا او محورها من يعقوب 5، يعني إنسان مثلنا صلى صلاة. لكن حضرتك مهم على قلب الرب لأسباب كتيرة طبعا ممكن نحكيها، ومن أولها الثمن اللي اتدفع فيك، من أولها القصد الإلهي من يوم ما اتخلقت في تكوين واحد من قبل تأسيس العالم أصلا، وانت موجود جوه الله فهو دعاك واختارك من قبل تأسيس العالم، ودي حاجات تفوق إدراكنا. يعني إزاي اسم حضرتك ووجه حضرتك معروف فالله من قبل تأسيس العالم، من قبل ما قال ليكن نور، انت موجود فيه. سلام، ممكن نروح. من قبل ما قال ليكن نور في تكوين واحد واحد، في البدء خلق الله السماء والأرض، في تكوين واحد صفر، تكوين واحد صفر انت موجود فيها، اللي هي قبل تكوين واحد واحد. تقولي جبتها من فين؟ اقول لك جبتها من افسس واحد، لان في افسس واحد مكتوب انه دعاك من قبل تاسيس العالم. اذا من قبل تكوين واحد واحد في ايات مش مكتوبه، الايات دي بتقول ايه؟ ان في قبل تاسيس العالم هو دعاك، انت موجود جواه، انت موجود فيه، انت مش مخلوق للباطل، مش مخلوق للتعذيب، مش مخلوق للالم، مش مخلوق للخطيه، مش مخلوق. في ناس تتعامل كده مع حياتهم كانها المطهر، عارفين يعني ايه المطهر؟ مش مهم ادخل في تفاصيله، لكن كانه ده حته ربنا بيجربنا فيها لغايه لما نشوف هننجح ولا مش هينجح، ولا هينجح ياخد 10 من 10 يروح السماء، 9.5 ممكن يعدي، 9 ساقط. فاحنا موجودين في الارض عشان ربنا يقعد يجرب فينا أو يلسوع البعض أحيانا و و و وبس. دي صورة مشوهة عن الله، مشوهة عن حياتنا، ولا حياة حضرتك وحضرتك مدعونة تكون كده، ولا قلب الله معمول كده أصلا. قلب الله مش كده. الدليل حاجة بسيطة، يعني الدليل إن لما أنت وأنا والبشرية كلها سقطت، هو باع القضية، قلب القضية، شد عليها الستارة وقفل عليها الدنيا، طفى النور. لا، ده دفع ايه؟ ايه التمن اللي دفعه؟ ابنه. لو في حاجة مش غالية تدفع فيها تمن غالي، بتهيألي ربنا واعي شوية، ما بيضحكش عليه، ما حدش ضحك عليه في البيعة دي. قال له هبيع لك البشرية وادفع دم ابنك، واتضحك عليه. ربنا ما اتضحكش عليه، ربنا عارف هو بيدفع الثمن الغالي ده في ايه. انت كويسين؟ ربنا عارف هو بيدفع الثمن الغالي ده في ايه، ومش بيدفعه في حاجه موجوده عشان تتفعص في الارض، ومش بيدفعه في حاجه موجوده علشان تعيش حياه عاديه وتموت في الآخر وهو هو ده الموجود. يعني لن يكون أحسن مما كان. مش بيدفع هذا الثمن في هذا النوع من أنواع الحياة، لكن بيدفع ثمن في حياة لها مجد. دفع نفسه، قدم، لم يشفق على ابنه، بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا مع ابنه أو في ابنه كل شيء. رومية 8.
وبالتالي إدراك وجودك على الأرض يعني مؤكد بيستمر، مؤكد التحدي هو إدراك الهوية واستمرار التحدي. إدراك الهوية ده حاجة بتستمر أنت في تحدي أنك تقف فيها، لأن لو وقفت في الهوية صح بتقف في السلطان صح. من جوه نفسيتك بتبقى واقف في حتة صح، من جوه إدراكك بيبقى واقف في حتة صح، صوتك بيبقى خارج بصوت صح، ايدك المرفوعه بتترفع صح، كل حاجه في حياتك، بيتك، شغلك، ارتباطك، فلوسك، ولادك، ايامك، قراراتك، كل حاجه بتتظبط صح، لان كل حاجه بتخرج من هويه. العبد لما بيفكر بيفكر بعبوديه، بيحلم بيحلم بعبوديه، بياكل بياكل بعبوديه، بيتصرف في فلوسه وبياخد قراراته بصوره العبوديه. لكن الملك لما بيحلم بيفكر بيعيط، حتى كل ده لما الملك بيبقى تحت الالام بيبقى بيتألم كملك. فالهوية بتحدد كل حاجة في حياتنا، والتحدي الحقيقي واللي بيستمر من زمان وحيستمر بس مهم جدا للزمن اللي جاي، هو 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 إدراك الهوية في كل لحظة، مش في الاجتماع، مش وانت قاعد تسمعني، مش واحنا بنرنم، لكن لا، وانت في الشغل، وانت في البيت، وانت في التحدي، وانت مكتئب وانت مش عارف انت مكتئب من ايه. تعرف حد بيحصل معاه كده؟ مش احنا طبعا. ال 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 عشان كده بولس الرسول يقول لك مكتئبين لكن مش عارف، مش ساقطين، ما ما مضغوطين لكن مش منطرحين. كل ليه القصه كلها هو انا لما بمر باختبارات زي كده بمر بيها بهويه ولا بمر بيها بعبوديه؟ بمر بيها بعبودية بصوصل بعيط بخاف بضطرب، ليه ربنا بيعمل فيا كده، ليه بيحصل فيا كده. فاكرين نعمة، نعمة ورعوس قالت لها الرب قد أذلني، صباح الخير، تجاه من فين؟ ليه؟ لأن هويتها تشوهت، لأنها سابت شعب الرب وراحت تغربت وراحت بقت يعني كأنها مزبية عند الأعداء، ففقدت جوزها، فقدت عيالها، فقدت ال... خدت بالك ان الرجاله هم اللي ماتوا في القصه؟ فيها بعد رمزي او بعد تأملي، فقدت الهويه، فقدت القوه، فقدت الرجوله. الرجوله هنا لا تعني ذكر وانثى، فقد الرجوله الموجوده في كل انثى وذكر، فقد رجوله الايمان. فالرب قد اذلني والرب قد مررني، ليه؟ هي فقدت الرجوله. لكن طلعت رعوس هي بتطلب النعمه، انا دعيني اخرج وراء من اجد في عينيه نعمه. والمفارقه ما بين مره ونعمه، هتفهم حاجه؟ نعمه لانها فقدت الهويه بقت مره، رعوس اللي هويتها مضروبه لانها مؤابيه من عاشر جيل من هذا المؤابيين ما يخشوش في شعب الرب، لكن لأنها التصقت بهذا الإله، إلهك إلهي، شعبك شعبي، لأنها التصقت بهذا الإله هويتها تغيرت إلى حالة مختلفة من الرجولة بسبب تصديق النعمة. فالنعمة تحركت لأن المرة ما قدرتش تتحرك. هويتنا مهمة جدا، هويتنا في الزمن الجاي مهمة جدا، لأنه حسب هويتنا بنقف بنتصرف. الإنسان، ما أعني بالإنسان إدراك الهوية، إدراك إدراك أنت مين، إدراك وقفتك، إدراك تأثيرك، إيديك المرفوعة، صوتك اللي خارج، كل حاجة. كنا بنصلي آية وإحنا بنصلي دلوقتي يعني، فأنا بحكي معاك، تكوين 28 كلكم عارفينها، لما يعقوب في بيت إيل، فاكرين هربان لما قال ما أرهب هذا المكان، عدد تكوين 28 عدد 17، خاف يعني 16، استيقظ يعقوب من نومه وقال حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم. وخاف وقال ما أرهب هذا المكان. ما هذا إلا بيت الله، هذا باب السماء. فكر الرسول بولس قال إيه علينا؟ قال إنه نحن بيته،
نحن بيت الله. حد هنا معترض ان الكتاب المقدس بيقول عليه بيت لله؟ انتم هيكل الله اصلا، انتم بيت لله. بطرس قالها كمان، ونحن بيته. اوكي، لو المكان ده بيت لله وحضرتك بيت لله، يبقى اللي حصل في بيت ايل ده انت. لو الله موجود في هذا المكان فما ارهب هذا المكان، والله موجود فيك يبقى ما ارهب هذا المكان مش المكان. فكان الكنيسه الاولى لما وقع رعبهم على الناس اللي حواليهم كانوا يخشون ان يقتربوا لي. ليه؟ لان ربنا موجود في المكان. المكان ربنا موجود فيك. الله موجود في هذا المكان، ما أرهب هذا المكان. ربنا موجود فيك. لو جاز التعبير خليني أخدك، أنا بحب أخدك، ما أرهبك مش القشرة بتاعتك، لكن ما أرهب الساكن فيك. تحب الهوية دي ولا تحب تتفعص في الدنيا؟ ما بحسب هويتك بتعيش، بحسب هويتك بتعيط، بحسب هويتك بتفكر، بحسب هويتك بتتكلم، بحسب هويتك، بحسب إدراك هويتك، الإدراك البسيط بتاع أنك هيكل الله، روح الله ساكن فيك. ما تعديش الجمل بجمل وعظية، فكر لمدة ثانيتين، غمض عينك دلوقتي حتى فكر هيكل الله. فاكرين هيكل الله؟ فاكرين سليمان؟ فاكرين السحابة؟ فاكرين النار؟ فاكرين قدس الأقداس؟ والقدس ده مليان مجد، وكل حتة عليها قدس للرب جواها مجد، وأن حضرتك الهيكل ده. فالسحابة وقدس والذهب جوه والنار ده أنت. بيت الله ونحن بيته، حضرتك بيت لله. بيت إيل كان بيت لله، المكان اللي فيه السماء مفتوحة والملائكة صاعدة ونازلة، والوعد جوه لن أتركك إلا بأتمم كل الكلام الصالح اللي كلمتك بيه. ده بيت الله، ده حضرتك، دي الصورة بتاعتك وانت واقف دلوقتي، يعني وانت واقف وانت قاعد، دي الصورة بتاعتك، دي صورة هويتك. لما بتقف قدام رب يشوف آه بيتي هو، ورب بيسكن في بيته. أقولها مرة كمان، لما بتقف قدام الرب، الرب بيبص كده يقول بيتي أهو. مرة تالتة علشان الحبايب، لما بتقف قدام الرب، أنا مكنتش بهزر، ما أنتوا حبايب. لما بتقف قدام الرب، الرب يرى بيتي أهو، بيتي هو، مكان سكناي على الأرض هو، باب السماء على الأرض هو. مش قال كده هذا بيت الله هذا إيه؟ باب السماء. عمرك فكرت أنك أنت اسمك باب السماء؟ في شباب لذيذ بيعمل عمايل في أهله بعد ما بيحضر اجتماعات زي كده، فانا متوقع في شباب هيروح لمامته يقول ماما انا باب السماء. فالامهات بتتخانق معايا بعد كده، بتقول ايه لاولادنا؟ بس دي حقيقه، دي حقيقه. لانه لما بيبص من فوق وانت واقف قدامه، هو بيرى بيت لله، بيرى باب للسماء. هو المكان اللي من خلاله السماء ممكن تعدي في هذا الباب اللي هو حضرتك عشان تلمس الارض، لان السماء ما تلمسش الارض الا من خلال الكنيسه وحضرتك في الكنيسه. فكل مره بتقف قدام الرب، رب رب بيت يهو، باب السماء بتاعي يهو. دي هويه ثانيه خالص. خليك عايز تقف قدام الرب، مش بتصلي بقى بطلت اصلي بقى نسيت اصلي بقى صليت شويه. هو في الهيكل، هو الهيكل بيصلي وبعد كده بيوقف صلاه؟ انت كويسين؟ يعني هو الهيكل بيصلي؟ أنتم هيكل الله، روح الله ساكن فيكم، هو الهيكل بيصلي؟ ممكن خليها الأسبوع الجاي دي.
بس الهويه مهمه قوي. اديك المفتاح للاجابه دي لو انت يعني. هو داود قال اما انا فايه، حلو قوي، جمله محفوظه وعظيه جميله قوي، اما انا فصلاه. بس هو ده الاجابه. داود ما كانش بيصلي، داود ما كانش بيصلي. يعني ايه ما كانش بيصلي؟ يعني ما كانش بيصلي بقى يوقف صلاه يخلص صلاه. انا صلاه، تحصل ازاي؟ عملي مش كلام وعظي، انه هيكل. انا صلاه، لو انا بصلي يبقى انا بعمل حاجه، بروح الهيكل واخرج من الهيكل. لكن لو انا هيكل، لو انا بصلي يبقى هوقف صلاه، يبقى هروح اخش الهيكل اخرج من الهيكل. فانا بصلي، لكن لو انا الهيكل انا مش بصلي، انا صلاه. حاسين بروح القدس في الموضوع ده؟ ما هذا إلا بيت الله، ما هذا إلا باب للسماء. لأن ما أرهب هذا المكان، الله موجود في هذا المكان، الله موجود جواك. ما أرهب هذا المكان، ده هوية. نحن بيته، ما هذا إلا بيت الله، وبيت الله ده اسمه باب السماء. لو أنت بيت لله اسمك باب السماء. بدي معنى كتير لما تقف قدامه، بدي معنى مختلف خالص لما تعرف هويتك، وأنه وقفتك قدامه أو أنت مين، ده بيغير كل حاجة، بيؤثر على كل حاجة، على صوتك، على كلامك، على سجودك، على حياتك، على ارتباطك، على فلوسك، على شغلك، على كل حاجة. كل حاجة في حياتك فجأة بتجد ليها معنى مختلف من معنى أنا موجود وربنا بيعمل فيه، والرب قد أذلني والرب قد أمرني، زي ما نعمة كانت بتقول عكس اسمها، اسمها نعمة وبتقول أنا مرة. فناس كتير بتعيش عكس هويتها. اسمها ايه؟ نعمة. بتقول انا ايه؟ مرة. عكس اسمها. ناس كتير عايشة عكس اسمها وبتشتكي. انتوا حلوين؟ متأكدين؟ أنا مش عارف أقول إيه بعد المقدمة دي. رومية 8 للأسف التدين بيسلب مننا تقل المجد الحقيقة البسيطة اللي احنا عارفينها، بنسمعها ونعديها، ما بنقفش قدامها وتخلينا تغيرنا. لو بتقف قدام كلمة زي ما يعقوب قال، بيقف قدام مرآة، اللي بيقف قدام الكلمة بيقف قدام فيعرف شكله. اوعى تمشي وتنسى شكلك ايه. كتير بناخدها بصوره سلبيه، مش كده؟ انا شفت ان انا مكعبش ونسيت ان انا مكعبش. لا، المرآه دي بتقول لك انت مين. اوعى تمشي من قدام المرآه وتنسى انت مين. عارفين الايه دي في يعقوب؟ عارفين يعقوب؟ ما بيتقريش كتير. تعالوا نفتحها. طيب احنا نرجع لرومية 8. انا يعقوب 1 عدد 22. كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم. يعني عيش الحق، ما تسمعش الحق،
وتنساه، لو الحق بيقول لك هويتك ايه وتنساه ما تعيشوش، انت بتخدع نفسك. هو ده اللي بيقوله، كونوا عاملين بالكلمة. عاملين بالكلمة يعني الحق بتعيشه، بتاخده وتعيشه، مش بتقول اهو كلام. مشاركة زي كده بتقوم واقف فيها قدام الرب، مش بس في الاجتماع. يعني في الاجتماع انا بقول جملة ورا جملة وبطلع من موضوع لموضوع في بعض الاحيان، لكن لو انا منك، انا اللي بعمله في حياتي لما بعرف الرب عايز يقول لي حاجة، بقعد قدامها وبقعد نفسي قدامها، وراح البيت بقعد قدامها وبكتبها. وبعض الاحيان تلاقوني بكتب حاجة في وسط الصلاة، بكتب اللي هو بيقوله لي لان مش عايز انساه. ولما بيقول لي حاجة انا بكتبها، لان لو سبتها لاخر الاجتماع ممكن انسى انت قلت لي ايه واحنا بنصلي مش فاكر. وباخد اللي هو بيقوله لي وبقعد بيه على جنبه ومفتح الكتاب وقعد لغايه لما يتشبع. ليه؟ لانه انا عايز اعيش اللي هو بيقوله، مش عايز يقول ويقول وبعد كده يقول تاني وبعد كده يقول تالت وبعد كده يقول رابع. وهي الدنيا ماشيه، من انا في الاخر؟ لو انا بسمع وبقول بس فانا حمار. فاكرين حمار بلعام؟ بتضحكوا ليه؟ حمار بلعام. انا اسف، انا طلعتها طريقه بايخه مش كده؟ انا اسف، بعتذر جدا، بعتذر لحمار بلعام كمان. فانا مجرد عباره عن راديو بس ما اقول، لكن مش عايز اسمع اقول، انا عايز اكون عايش ما يقوله. انا بتكلم بلغتك مش بتكلم بلغتي. هو ده اللي بيقوله، عيش اللي انت عيش الكلمه، ان كان كونوا عاملين بالكلمه، عيش الكلمه مش سامع فقط، خادع نفسك. ليه خادع نفسك؟ لان تصور اللي انت بتقوله ده انت، لكن لو انت ما خدتوش وعشته جواك ما بيبقاش انت، بتبقى انت بق بس. هنا بتخدع نفسك لانه بتتصور في نفسك حاجه مش حقيقيه مش حاصله، لانك انت مجرد سمعت وقلت. لكن لو مش سمعت وعشت، هنا خداع. كونوا عايشين الكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم، لأن إن كان أحد سامع للكلمة وليس عاملا فذلك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة. حلو قوي. إذن الكلمة عبارة عن مرآة بتقف قدامها وبتقول لك أنت شكلك مين، شكلك إيه. فالكلمة مش بتطلع عيوبك، وإن كان الكلمة بتنقي، الكلمة مش دورها انها شايف انت وحش ازاي، الكلمة بتقول لك شكلك اللي في قلب يسوع ايه، فبتتغير الى تلك الصورة ناظرا وجهه في ملآه، فيتغير الى تلك الصورة عينها، صورة اللي في قلب الله ليك. كان احد سامعا الكلمة وليس عاملا فذلك يشبه رجلا ناظر وجهه خلقته في مرآة. فالمرآة بتاعت الكلمة تقول لك انت هيكل الله، المرآة بتاعت الكلمة تقول لك انت باب للسماء. النظر في ذاته ومضى والمقت نسى ما هو، فبتنسى انت مين، فبتعيش كعبد لانك مش ما صدقتش الهوية الموجودة اللي في الكلمة، لانك ناظرا ومش عايش، او سامعا ومش عايش. النظر ذاته على 24 ومضى وللوقت نسى ما هو. من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت، يعني ناموس الحرية هو ده رومية 8، ده اللي ربطني برومية 8، فأنا هرجع لرومية 8 حالا، أن رومية 8 يتكلم عن ناموس الحرية اللي أعتقنا من هوية تانية، من هوية عبودية، أعتقنا من هوية تفكير ومخاوف من قرارات وحاجة منع أنك تعيش بالسلطان. أخونا إلي كان إنسان تحت الألام مثلنا، بس كان إيه كم الجرأة؟ أنتم عارفين أن إحنا في سلسلة اسمها، إحنا في هذه السلسلة، كم الجرأة؟ لن يكون طل ولا مطر إلا عند قولي. انت عارف انه ما كانش عارف انها هتبقى 3 سنين ونص، هو ما كانش عنده اخبار انها 3 سنين ونص، هو سمع معلومة فجأة، سمع معلومة، روح لأخاب وقف قدامه قل له حي هو الرب اللي انا واقف قدامه، لن يكون طل ولا مطر الا عند قولي. ما قالوش 3 سنين ونص، لغاية لما انا اقول، هتقول امتى؟ لما هو يقول لي.
ايه الجرأة دي؟ طب امتى؟ مش انت عارف كل حاجة؟ مش انت نبي؟ مش انت عارف كل حاجة؟ طب قد ايه؟ بس في جرأة. مين اللي مش متربط بولا حاجة؟ مفيش هوية مشوهة. هو ده اللي احنا بندور عليه. انسان مثلنا كان إلي قبل الصليب. انسان مثلنا النهاردة احنا في العهد الجديد بس بنقف في المسيح يسوع وبندرك انه انسان مثلنا بيؤثر في السماء وبيؤثر في الارض. انسان مثلنا. تسمع الجملة دي، دي جملة مشجعة قوي. الله جميلة قوي يا نادر. اوكي نبوس ايدينا وش وظهر باي باي وننساها بعد ساعتين. بس لو انت بتدرك هويتك مش هتنساها بعد ساعتين. مش هتنساها وانت بتتعشى النهاردة. مش هتنساها وانت بكرة راح في الشغل. مش هتنساها وانت بعد وانت مضغوط. مش هتنساها لانك هتعيط كملك، هتتحارب كملك، هتوقف كملك، هتشتغل كملك، هتفكر كملك. بلاش كملك، كبيت لله، كباب للسماء. فوقفتك، رد فعلك، كلامك، ضغطاتك، كل حاجة بتتغير لانك انت بتتحرك من هويتك. لكن من اطلع على الناموس الكامل. اذا لما ترى في المرآة، اطلع دي يعني نظرة، اطلع. لما بترى في المرآة انت بترى الناموس الكامل، ناموس الحرية، الناموس الكامل، ناموس الحرية. وثبت وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عايش الكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. ممكن تقرا يعقوب وتطلع الناموس منه. عارفين يعقوب رسالة اوكي هقول جمله بايخه، لما قابل يعقوب بعد كده نتفاهم هعتذر له. رسالة يعقوب دمها تقيل. لدرجة ان في بعض بيشكك انها المفروض تبقى موجود في العهد الجديد. ده طبعا وهم وتخريف يعني. ماشي. ليه؟ لانها ممكن تقراها وتطلع منها ناموس للصبح. ماشي. بس لو قريتها بروح الملكوت هتفهمها مش بروح الناموس. التدين يحب يطلع لك الناموس ويقول لك شايف الايه دي وبيقول لك اعمل كده، ايمان بدون اعمال ميت. اقراها بالملكوت هتلاقيها جميله جدا وتفرح جدا بسيد يعقوب. يعني عدد 26 مثلا جاي حالا، بس خليني 25 تاني عشان من. فلما بتنظر للحق ناموس الكامل، ناموس الحرية اللي بيقول لك انت مين. ناموس الحرية بيقول لك انت مين. انت في ناموس حرية. سمعتوني قبل كده بقول ناموس يعني ايه؟ فاكرين ناموس يعني ايه؟ القوة الجبرية للشريعة. فناموس العبودية كان بيطلق قوة جبرية للعبودية. ناموس الحرية بيطلق القوة الجبرية للحرية. ايه رأيكم؟ هل انتوا معايا ولا انا انت بتقف قدام القوة الجبرية للحرية وتثبت نفسك فيها ليس ناسيا، مش سامعا ناسيا، مش بتسمع انك قدام قوة جبرية للحرية بتقولك انت مين، فتعرف خلقتك اللي في الخليقة اللي في قلب الخالق. فبتعرف خلقتك، مش تسمع وتنسى، تتدور وينسى وجه خلقته. لكن بتثبت نفسك في الحتة دي. لكن بتثبت نفسك في الحتة دي بل عاملا بالكلمة، عاملا عايش، بتعيشها، بتعيش الحق ده. هذا يكون مغبوطا في عمله. ومغبوطا في عمله يعني كل حاجة بتعملها بتبقى مليانة فرح، وانت فرحان، وكل حاجة بتعملها مليان فيها فرح. ليه؟ لأنك بتعملها كملك. إن كان أحد فيكم يظن أنه دين. حلو قوي الآيات دي. ممكن تقراها وتحس إيه ده؟ ايه الناموس ده؟ هو مش كلام عن الناموس خالص. هو دمه مش تقيل يعقوب. كان احد يظن انه فيكم يظن انه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانه هذا باطله. تقدر تفهمها لو انت هيكل الله ومش مدرك ان كل كلمه خارجه من فمك لها تاثير. فانت مش فاهم حاجه. ده البلدي بتاع الايه دي.
لو انت مش مدرك انك هيكل الله باب للسماء وبتقول اي كلام فانت بتخدع نفسك. ما كنتش هقول ولا حاجه من الكلام ده وانا جاي. انا بس محتاج انك تدرك انت مين. انا ممكن اقول عظات للصبح وتسمع عظات للصبح وحاجات كتير بتسمعها كانه كلام شعر جميل لمن يحسن العزف زي ما حزقيال يقول، وبعد كده تسمعه وتستمتع بيه وتمصمص شفايفك لمده دقائق وتنساه. القصه مش كده خالص. القصه انك محتاج تقف قدام الحق وتخلي الحق اللي بيتقال يغيرك. يعني خلينا نتكلم بالبلدي، مش عايزك تسمع صوت كتير، بس انت محتاج تسمعها مرتين وثلاثه واربعه، او تقعد قدام الحق وتمشي في الكتاب لو انت مدرك الكتاب قدام كل حق بيقوله لك. انا كل حق بيقوله لي بقعد الف فيه في الكتاب لغايه لما اتنقل من الغباء بتاعي للنور بتاعه، أو من الظلمة الموجودة للنور بتاعه، أو من الظلال اللي مستخبية حتى وأنا ابن للرب بس مستخبية جوايا بتسرسف بعض الأحيان وتطلع لسانها في بعض الأحيان بعبودية من هنا أو من هنا عشان يتحرق اللسان ده فعيش الهوية بجد. ليه؟ أنا مش عايز أشوف نفسي في المرآة بتاعته اللي ملقانة خلقة اللي في قلبه ليك وليا، اللي هي هيكل الله ابن للمجد باب للسماء حضوره بيملاك. أنت الصلاة، أنت حالة من التواجد الإلهي على الأرض، أنت حالة من التواجد الإلهي على الأرض. تقول أنا ضعيف جدا، أضعف واحد فيكم حالة من التواجد الإلهي على الأرض. ولو أدرك هو مين هيتنقل من ضعفه. فأنت بتبقى أضعف حالة للتواجد الإلهي بتاع ربنا على الأرض. لكن لو أدركت أنك أنت بيت لله بتتنقل من حالة الضعف لحالة القوة، لكن ما بتفقدش هويتك وأنت في أضعف حالاتك، فأنت أضعف حالة للوجود الإلهي على الأرض. من اطلع على الناموس الكامل في المرآة دي ونظر ذاته ومضى ونسي اللي شافه فيقول حاجة، لكن لو اطلع على ناموس الحرية وثبت وعاش الحق ده وصار ليس سامعا ناسيا بل عايش بالحق، هذا مخبوطا في عمله. وبالتالي لو انت مدرك الحق ده ما ينفعش تقول اي كلام. فاش تقول اي كلام عن نفسك، فاش تقول اي كلام عن مستقبلك، فاش تقول اي كلام عن حياتك، ولا اصلا انا مش عارف، ولا عن ربنا، ولا اي حاجه. ما ينفعش تقول اي كلام عن بيتك ومستقبلك. انتم هيكل الله، روح الله ساكن فيكم. عمرك فكرت ان حته من السماء جواك؟ الناموس اللي بيقول عليه يعقوب موجود في رومية 8 عدد 2، ناموس روح الحياة في المسيح يسوع أعتقني. أعتقني، أنت معتوق، أنت معتوق من العبودية ومعتوق من الموت. أعتقني من إيه؟ من ناموس اللي هو إيه؟ خطيئة والموت، من قوة الجبرية بتاعت الخطية والموت. انت معتوق من الخطية وانت معتوق من الموت. مش اللي بقول صدقوني اهو، زي ما نفكرش، احنا ما بنفكرش. رومية 8:2، انت معتوق من الخطية ومعتوق من الموت. عارفين ايه معتوق؟ معتوق، انت معتوق من الخطية. معتوق يعني الخطيئة ملهاش دعوة بيك خالص، انت اتعتقت منها. معتوق من الخطية. تقول لي ده انا واقع في الخطية، اقول لك القصة في الهوية. لو انت ادركت الهوية بتبقى معتوق من الخطية.
ومش بس من الخطيئة، أنت معتوق من الموت، أنت معجزة في حد ذاتك. بتدور على معجزة حواليك. احنا اتسرقنا، انت اتنشلت وانت مش واخد بالك. انا مجرد بوريك المراية اللي انت بتقف قدامها المفروض، والمراية دي تقولك شكلك اللي بحسب الخالق بيقول ايه. لان المراية دي مش بتقولك شكلك دلوقتي ايه، المراية بتقولك قلب ربنا عنك ايه. عشان كده انت بتنسى لما تمشي. كل واحد هنا فاكر شكله مش كده؟ ايه اللي بينسينا الشكل اللي بتشوفه في المرايه؟ انها مش صورتنا، لكن دي صورته لينا فبننساها. انا اقولها تاني. ليه هو بيقول ناسيا شكل خلقته؟ ما احنا فاكرين. انت حضرتك فاكره شكل حضرتك ايه، وانا فاكر شكل ايه. لكن هو بيتكلم عن شكل مش شكلنا الحقيقي، مش شكلنا الطبيعي، لكن الشكل اللي في قلب الله لينا. فما نراه في المراية بتاعته مش شكلنا، مش ضعفنا، مش اللي احنا عارفينه عن نفسنا، لكن ما لا نعرفه عن نفسنا موجود في قلبه لينا. عشان كده بننساه، لانه مش بيورينا حاجة احنا لامسينها، بيورينا حاجة احنا مش لامسينها بس موجودة في المراية بتاعته. فلما بندور بننساها، لان احنا لو لامسينها مش هننساها. فهو بيورينا حاجة احنا مش شايفينها في نفسينا. فأنا بقول لك أنا، أنت معجزة، أنا مش بلعب معك بالكلام، ده جزء من المراية بتاعته. وبندور على معجزة حوالينا، والقصة كلها في الهوية اللي فينا. إيه اللي يخلي محسن ده اللي اسمه إيليا يقف ويقف وببساطة يقول لغاية لما أنا أقول يا سلام إلا عند قولي. ما اعرفش بتغيظك ولا لا. ما هو عارف ايه اللي عند قول دي مربوطه جدا 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 باللي يعقوب بيقوله. ما ينفعش تقول اي كلام. رب قال لارميه كده في يوم من الايام، لو عزلت السمين من المرزول، يعني لو بطلت تقول اي كلام، فمثل فمي تكون. ده اللي ايليا قال، انا هقول بقى فمثل فمي تكون. فإليه كان مثل فم الرب، لن يكون طل ولا مطر لغاية لما أنا أقول إيه ده كلام الرب. فحصل إيه الأخبار؟ ما عرفش تتغاظ ولا لأ، إن اللي أنت تقوله يحصل ليك نفس ولا ملكش نفس، حقنا ولا مش من حقنا. بلاش إليه، بص على مرقس 11، كلكم عارفينها. لكن لكم إيمان الله، كنا نحكي عنها يوم الأربع، إيمان الله من قال للجبل انتقل ولا يشك في قلبه بل يؤمن ان مهما قال يكون له. ايهما اسهل، انك تقول لضعفاتك انتقلي ولا تشك في قلبك، ولا انك تقول يا شمس دومي ولا تشك في قلبك؟ فاكرين يا شمس دومي ده يشوع؟ ايهما اسهل؟ الاثنين فيهم نفس الايمان، والاثنين يجب ان يكون فيهم نفس الايمان. لو انانيه لضعفاتك تنتقل، هي محتاجه ايمان، نفس الايمان بتاع نقل بتاع يا شمس دومي. بس إن يا شمس دومي في نتيجة ظهر للعيان. إن ضعفاتك تنتقل دي بعد روحي مش ظهر للعيان. فالتحدي الحقيقي أنهي أسهل ليك؟ أنهي أسهل تصدقها؟ ببساطة لما أرميا قال لن يكون طل ولا مطر إلا عند قولي، ولو بعدها بشهر كده الدنيا غيمت. اخبار ايليا ايه؟ لا، لانها لو مطرت يبقى كلامه ايه؟ نزل الارض. صح،
انتوا انتوا كويسين؟ زهقتوا؟ اوعظ لو انتوا زهقتوا اوعظ. بتعمل ايه لما تقول حاجه وعكسها يحصل او يبتدي يحصل؟ بتبتدي تخاف ولا بتدرك انك قدام ناموس الحياه انت معتوق من الخطيه والموت ففي جراه؟ لان التحدي مش انك تقول، التحدي ان اللي انت تقوله يحصل، والتحدي لما بيحصل عكس اللي انت قلته او توقعته او صدقته. اوكي، فاكرين ايليا قال ايه؟ لن يكون طل ولا مطر الا عند قولي. ربنا قال له ايه؟ روح، تعالوا نبص عليها، انا كنت لسه ما اوكي تعالوا نروح عليها، احنا بنلعب ملوك الاول. ليه يحول القناه طوالي؟ ملوك الاول 17. كان كلام الرب له قائلا، ملوك الاول 17 عدد 2، كان كلام الرب له قائلا: انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر الكريت الذي هو مقابل الاردن فتشرب من النهر، وقد امرت الغربان ان تعولك هناك. مين قال له يعمل كده؟ الرب. حلو قوي. فالرب قال له روح نهر الكريت هتشرب من النهر والغربان هتوكلك. اوكي، الرائع في ايليا انه بيصدق ربنا، مش كده؟ ده وعظ كده، ده وعظ. فانطلق وعمل حسب كلام الرب وذهب فأقام عند نهر كريت الذي هو مقابل الأردن. كانت الغربان تأتي لي بخبز ولحم صباحا وخبز ولحم مساء. فاكرين لعبنا فيها قبل كده؟ كان بيفطر لحمة. يعني لما بقاش في مجاعة كان بيفطر فول، لما بقى في مجاعة بقى بيفطر لحم. هو اللي بيقول مش أنا اللي بقول. لأن اختبار شعب الرب وهو ماشي في القصد الإلهي بيبقى عكس الطبيعي، ما بنصدقهاش، بس دي ما هي دي الكلمة. ما النظر قال كلمة وشاف إيه اللي بيعمله الرب في الكلمة ومشي ونسي هذا ديانته، بيخدع نفسه. لأن القصة إن إيليا ماشي في الدعوة وماشي في الكلمة، الدعوة والكلمة بتعمل معجزة عليك وبتعمل معجزة حواليك. ما فيهاش دنيا، مش مركبة، دنيا بسيطة. عيش الدعوة وعيش الكلمة، عيش الدعوة وعيش الكلمة، عيش في اقف في مكان دعوتك واسمع صوت الرب، هتلاقي المعجزة بتحصل حواليك، هتلاقي المجد بيحصل حواليك. عيش الدعوة وعيش الصوت ده عاملا بالكلمة، يعني بيعيش الكلمة. اوكي اكمل، لسه ما وصلتش الحتة يعني. فالغربان كانت تجيب له البريكفاست صباحا خبز ولحم، وبخبز ولحم مساء. حلو قوي. وكان يشرب من نهر. كان بعد مده من الزمن ايه؟ نهر يبس لانه لم يكن مطر في الارض. ازاي الصحه؟ مين اللي يبس المطر؟ مين اللي يبس النهر؟ إلي. عمرك مشيت في الدعوه وبسبب الدعوه حصل حاجه عكس البركه؟ بتعمل ايه؟ بترفض؟ ليه ربنا عمل كده؟ ايه اللي يهبس النار؟ إليا. بتعمل ايه لما النهر اللي وداك ليه ربنا ينشف؟ بترفس في ربنا ولا بتصدق الدعوة وبتاخد كلمة تقودك للمرحلة اللي وراها؟ ليه؟ لانك مش تحت ناموس العبودية. ايه والعبد بقى يطلع وانا مرة وانا يا بنتي تسمك نعمة، انا مره اصل شفت اللي حصل. ما ده الهويه، الهويه بتقوم مطلعه الحقيقه بتاعتك. حياتك مش بتبان في الاجتماعات، حياتك مش بتبان واحنا بنرنم، حياتك بتبان لما الدنيا تضغط. بتعيط ايه؟ بتعرق ايه؟ بترفس ايه؟ هنا الحقيقه. حقيقه ايه؟ حقيقه هويتك، مش حقيقه اللي بتدينك، بس حقيقه هويتك. بلاش، تعالوا وراها. كان له كلام الرب قائلا: قم اذهب الى صرفة التي صيدون. اوكي، فهو ما تلخبطش. النهر اللي انا بشرب منه كل يوم، طب دلوقتي انا النهر نشف، الغربان هتجيب اللحمه لمين؟ مش دي لخبطه؟
يعني أنا موجود في المكان ده، بتيجي لحمة ويجي عيش وبشرب من النهر. بسبب الدعوة اللي على حياتي النهر نشف. تحب تتلخبط يا ليه؟ لا، ما لقاش نفس تتلخبط. ليه؟ حي هو الرب اللي واقف قدامه. أنا واقف في الدعوة وأنا على حياتي كلمة، فأنا برجع للسورس، برجع للمصدر. هنا عايز تقول إيه؟ فقال له بص، اذهب إلى صرف التي سيدون وأقم هناك، وإذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك. كلكم عارفين القصة مش كده؟ يعني الرب ما بعتوش لواحدة عندها شوية فلوس. أنتوا شغلين بالكم. الأرملة دي هتعمل له إيه؟ قد أمرتها إيه؟ أن تعولك. الأرملة دي قالت له إيه؟ أنا هعمل آخر لقمة وموت. تحب تتلخبط يا إليه؟ تحب تتلخبط في دعوتك؟ تحب تتلخبط في سماع الصوت؟ تحب تتلخبط في هويتك؟ تحب تتلخبط يا إليه؟ يعني من كل الستات اللي في البلد ما بعتنيش إلا واحد هتموت وتقول هي دي اللي هتقولك؟ حد فاهم حاجة؟ قبل ما اكمل هرجع للست اللي هتموت دي. كورنثوس الثانية. بصوا المعجزة من الهوية. المعجزة مش براك، المعجزة انك انت معجزة، المعجزة ان إليه معجزة. انسان مثلنا ده هو معجزة، هو إليه صلى. في القصة كلها بتاعت إليه ما صلاش غير مرة واحدة، لما عشان السحاب يجي، لكن صلى ألا تمطر. هو صلى ما صلاش. كورنثوس الثانية الإصحاح الأولاني. بصوا مش عايز أتكلم، عايز تنور. القصة كلها هويتك انك انت معجزة، انت بيت لله، انت باب للسماء، انت هيكل الله، انت قدس للرب. كم واحد انا صلى في يوم من الايام انا قدس للرب، يا رب حط علي انا قدس للرب، صح؟ اوكي، لو انت مصدق انت بتقول ايه؟ عارف بتقول ايه؟ عارف يعني ايه قدس للرب؟ يعني المجد بيملك من جوه والنار بتملك من جوه، يعني انت التواجد الالهي على الارض. انا ضعيف، اقول لك انت اضعف حالة للتواجد الالهي على الارض. فانت مش بتلغي انك انت تواجد الالهي على الارض. ضعيف يبقى انت اضعف حاله للتواجد الالهي. لو انت متشجع فانت اكثر تواجد الهي متشجع على الارض. لكن انت هيكل الله، روح الله ساكن فيك، فانت تواجد الهي على الارض. فالهي كان كده، علشان كده الجرأة، الهوية بتطلع الصوت، الهوية بتطلع التواجد، الهوية بتعمل المعجزة. مش حاجة حواليك بتحصل، مش جلة، مش بنحضر ربنا عشان يعمل لنا حاجة. كتير ما بنقولهاش بالطريقة دي، بس ده العقل الباطن بتاعنا. احنا بنحضر ربنا عشان يعمل لنا حاجة. الآية دي هترد على الحتة دي، بس ببساطة. اوكي نقرأ الآية ببساطة. انت معتوق من الخطية والموت، انت بتقف قدام قوة جبرية للحرية والحياة، ومحتاج تدرك انت مين، وانه لا دينونة، لا شيء من الدينونة عليك، وانت موجود هنا حر معتوق. ولو في حاجة لسه معلقاك لورا فكها بسهولة، طرحينا بسهولة. الخطية المحيطة بنا بسهولة، مش انها بتخيط بينا بسهولة، لا احنا بنطرحها بسهولة. حد عارف ده؟ هي مش في عبرانيين 12، مش بتخيط بينا بسهولة، طارحينها بسهولة. ليه؟ احنا معتوقين منها. فمعتوق منها عشان توقف بكل وضوح للحقيقة. هو خلقك ليه حقيقة وقوفك قدامه.
وما تنساش هذا الوش، ما تنساش هذا الوجه في الكلمة، مش تتفرج عليه تسمعه دلوقتي في اللحظة وتخرج شفت شغلي في ايه. يبقى انت سمعت ومحالا ما بدورت نسيت. لو 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 بتسمع كلام زي كده وبيخش جواك وتبقى حقيقه، مش الجمله اللي وراها مش شايف شغلي بيحصل في ايه، اكيد لانه شايف شغلي بيحصل في ايه، ده عبد، ده مش التواجد الالهي على الارض. عدد 19، لان ابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بينكم بواسطتنا انا وسلوانس وتيموساوس، بولس اللي بيتكلم، ابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بينكم بواسطتنا انا وسلوانس وتيموساوس، لم يكن نعم ولا، ما كانش احتمال، ما كانش احتماليه، نعم ولا حسب الظروف، احتمال نعم ولا، في حاجات نعم وفي حاجات لا، بل قد كان فيه ايه، نعم، ابن الله يسوع المسيح الذي كرز به بواسطتنا ما كانش نعم ولا بل كان نعم، يعني ما كانش احتمال تحصل حاجه لكن كان مؤكد. اوكي، لانه مهما كانت مواعيد الله، عدد 20، مهما كانت مواعيد الله، مهما دي يعني بيتكلم عن عظمتها، مهما كانت مواعيد الله فهو فيه، حلو قوي، فهو فيه النعم والامين. ليه؟ لمجد الله، حلو قوي. اذا لما بتحصل هذه الوعود او انه انه ان ان كوز الزيت لا يفرغ وكيلة الدقيق لا تفرغ، ده لمجد الله، ومهما كانت موعيد الله فهو فيه النعم والامين لمجد الله. انا عايز اخر كلمه دي. اوكي، عنوان، عنوان كده، عنوان عنوان كتاب اسمه مجد الله بواسطتنا. صدقني هرجمه اللي عمل الكتاب ده برغم انها ايه، اكيد مجد الله مش بواسطتنا، لا، هو اللي بيقول مجد الله بواسطتنا، لمجد الله بواسطتنا. اوكي، الغي بواسطتنا، انت بتلغي مجد الله. مجد الله البه دي ايه في اللغه العربيه في النحو؟ مين 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 شاطر في النحو؟ لا، ليها مسميات. لا، انا عارف، انا عارف جره. لا، مش للدرجه دي، انا ضعيف في العربي يعني. في به شرطيه ولا به مش عارف، في حكايات كده. المهم مش موضوعنا. لمجد الله بواسطتنا. لو واسطتنا مش موجوده، مجد الله مش، طبعا بصوا اوزن، يعني اقرن الايات بالايات، بس لانك حاله من التواجد الالهي على الارض، لانك باب للسماء على الارض، لان الكنيسه قاعده الكرسي، يعني المكان اللي بيلمس فيه الملك بيلمس الارض في الكنيسه، فالكنيسه هو القناه، البوابه، الحنفيه، الصنبور، البوابه اللي من خلالها بواسطتها مجد الرب يلمس الارض. فانت بتدور على معجزه براك، وانت المعجزه لو انت ادركت الهويه. ارجع لإلي يا رب، من كل الستات بعتني الواحده هتموت. يا إلي، انت متدور المعجزه حواليك، المعجزة مش حواليك، المعجزة في بقك. بتقولي الست هتعولني، والست ما تعرفش تعولني، لأن مفيش ست هتعولك. انتوا كويسين؟
الست ما علتوش، الست استخدام، بس الست الاستخدام، الست كان فيها عمرك 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 رحت وراء الرب لان الرب قال لك روح حته، ورحت الحته لقيتها ما فيهاش حاجه من اللي انت عايزه، اتلخبط. لو انت مش لو انت ما اتلخبطتش تبقى مش طبيعي، بس انسان مثل انا ما اتلخبطش، راح الحته اللي ربنا قال له عليها وقال له الست دي هتعولك، لا الست بتموت، ما اتلخبطش. ليه؟ لانه مش المعجزه مش حواليه، المعجزه فيه هو المعجزه. ليه؟ لان كل شخص ماشي في الدعوه وفي القصد وماشي بصوت الرب هو المعجزه، المعجزه مش حواليه. طيب هو هو مكتوب ان ربنا قال له كيله الدقيق لن تفرغ وكوز الزيت لن يفرغ؟ مش مكتوب. صلى صلاه ان الكوز ما يقلش؟ نو. هو قالت له الكوز ما فيهوش حاجه ومعايا حبه دي صغيرة هعملها، اللي فاضل في الكوس واللي فاضل في الضيق هعملهم مع بعض، اكل انا وابني ونموت. فزي ما قال مش هيحصل مطر عند قولي الا عند قولي، قال ان الكوس مين؟ صح انا قلت حاجه بتكملوا لي يعني؟ اوكي. هو كده صلى صلاة؟ نعم. ليه؟ أنا صلاة. ليه؟ أنا عارف أنا مين. ليه؟ أنا هيكل لله، أنا باب للسماء. ده اللي بيخليني ما أقولش أي كلام، ما فكرش أي أفكار، ما لعبش أي ألعاب، ما بقاش تحت شكايات وعبوديات وكعبشة جوا نفسي. ده أنا مكان سكن مجد الرب على الأرض، مش في الاجتماع. الاجتماع سهلة، بس بكرة في الشغل. وانت رايح الشغل، وانت رايح الشغل كده، انا هيكل الله وسكن الرب موجود هنا. الشغل ده اللي في الارض بيفتح مكان لاظهار للتواجد الالهي على الارض، ان انا داخل المكتب بتاعي. مش شرط تشوف ملائكه بس محتاج تصدق، مش شرط تشوف نار بس محتاج تصدق. هو بيصدق، هو بيبص من فوق ويشوف اه هيكل الله واقف قدامي اهو، باب للسماء اهو. هو هو بيشوفه بحسب هويتك بتختبر. امين. تعال نغمض عيوننا.